تقديراً وتثميناً لمسيرة الفنان التشكيلي الإماراتي الراحل حسن شريف، والذي يعد رائد الفن المعاصر في الحركة التشكيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي. تنظم مؤسسة الشارقة للفنون معرض حسن الشريف فنان العمل الواحد، وذلك في الفترة من الرابع من نوفمبر المقبل وحتى الثالث من فبراير لعام 2018، في استعادة تعد الأكبر من نوعها لمنجز الفنان الراحل، وهو ما أعلنه المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة صباح اليوم في رواق 5 بمبانيها الفنية في منطقة المريجة. فنان ريادي من أول الناس اللي اشتغلوا في الحركة الفنية في الإمارات. بدأ سيرة الفنية في أواخر السبعينات في إمارة الشارقة، فكان مهم جدا لنا كمؤسسة أن نطلق معرض بهذا الحجم في نفس المكان اللي كان يشتغل فيه الفنان. وكنا نشتغل شيخ حور قيمة على هذا المعرض، وكنا نشتغل عليه من فترة، لكن بعد وفاة الفنان كان اتخذنا قرار أن يكون المعرض بشكل أكبر، سيكون في أكثر من 300 عمل وأعمال لم تشاهد من قبل، أعمال مميزة جدا تنعرض لأول مرة. وهذا المعرض أول معرض استعادة للفنان وأكبر معرض لحسن شريف من هذا النوع. وقد تحدثت في المؤتمر الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون عن قيمة المعرض، حيث أعلنت عن كافة تفاصيل المعرض مستعرضة المسيرة الحافلة لتجربة الفنان الثرية بكنوزها المتنوعة، والتي أضاءتها 5 عقود فنية ما بين رسوم للكاريكاتير والأعمال التركيبية والتجميعية التي تركها الفنان الراحل لجمهور الفن ومحبيه، والتي ستعرض في مختلف أروقة المباني الفنية التابعة للمؤسسة في منطقة المريجة وبيت السركال وساحة الفنون. كما تحدث في المؤتمر عبد الرحيم شريف شقيق الفنان الراحل ومدير أعماله، وقد قدم المؤتمر الفنان التشكيلي إسماعيل الرفاعي، وذلك بحضور مختلف وسائل الإعلام ومجموعة من الفنانين التشكيليين المحليين والعالميين. أهم شيء يميز هذا المعرض الاستعادي، اللي هو يشمل أعمال حسن من بداية السبعينات لغاية 2016، وهذا مهم جدا للشباب للجمهور وعلى الخصوص الشباب، يعني أنا أركز على الشباب. المعرض يجمع ما بين الأعمال التركيبية والتجميعية وأعمال عروض الأداء وأعمال الكاريكاتير، هو شامل تقريبا مقسم على 7 فصول، كل فصل يحكي حكاية جزء من حكاية حسن شريف عبر مسيرة تمتد لحوالي 40 عام أو أكثر من الفن من إنتاج الفن في الإمارات. وقد تبع المؤتمر الصحفي جولة تعريفية لبعض الأماكن المخصصة للمعرض، والذي تندرج أعماله تحت عناوين مختلفة توثيقاً وتخليداً لسيرة الفنان حسن شريف، الذي يعد نقطة تحول أساسية في المشهد الفني المعاصر في الدولة.